آخر زمان يا عيني دهش غرام الوراتني على التاريخ شو بتمشي على فرش حليب تبيتني كوش نو هذايا بام 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 مل عرفي او شو الليكس هذا دقيقه ريتم مزيانه لازم تصرف عليها برشا ايش جبيك تولد ايش الزمن زي موزر عاملك الاستراك بتاع المكتب هيا صديق جابك ربي عاد باش تعاوني قبل ما تحل السوبيري طيب استنى فاش باش نعاونك عرفي قال لي ترجم اسامي القهوه الكل بالعربي خاطر الحكايه جايه فيها منشور من البلديه ايش بين منشور يجي قبل ما يحل الكافيتيريا تقول لي ساعه عرفك مش ناوي يعمل لنا حفل بتاع التدشين وهو يبدا يقصك الربو بالقص واحنا نبداو نلفوا ما وقتنا ببلاش عاد الجاز والبمبريوش وكل شيء ما بول انت يا صديق تعرف عارفك ما يحبش المصروف الزايد باهي خلينا نعمروا الاردوازة عندك يا سيدي قهوة إكسبريس ألونجي ألونجي بالعربي كيفاش كيف نكتبها سيدي ما نلقاها لك سيدي ألونجي 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 ممدودة ممدودة هكا ممدودة هي سهلة أتوم بعد نكتب لها قهوة بزايد شوية ماء دي جي باهي وال الديراكت سن 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 خلنا زاد كيف نغمل ديراكت سن اسكت ما تكلمنيش ما شنيش ديراكت دي سن تو هكا يا صديق طول عاد نكمل الكرواسون نكتب عليها هلال والاكسبريس نكتب عليها قطار تونس جبس ازاي وقت عطا لهم جيب بابا هرجه هو سعيد ديتو وعز اعطيني كاس حليب قبل ما يجي عرفك نعم نعم اعطيني كاس حليب لا 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 ذي كافيتيريا ما نسربيوش فيها الحليب الصافي بيه اعطيني قهوه حليب بلاش قهوه انت تعرف يا معز هذا يا رب باش تمشيك على طول بدي نقول اعطيها حليب بالحليب ولا هربت لها بقره غادي تعلم وحدها شوف لاله خديجه عارفك منبه عليا من سربي منكم حتى واحد الا ما تجيبولي من عنده بونو صح هكا هو عامل رخصه باش حل قهوه وعامل لنا رخصه باش نشربوا قهوه انت عندك اوه محليها الكافيتيريا نتاعنا معز اش عندك تشرب للا عنا الخير الكل القهوي بنواحة الكرواسون كل شيء إيه الحليب بالصافي للا ما نسربيهوش نحب كاس عصير عصير قولوا له جي عليه نحب نتكلم بلغتي يلزم نقول جي كيما العبيد الكل محسوب الفرنسيس يتكلموا العربي ينطقوه خي لكن نهارنا في السوق واحد قاوري قال لي مخليك تلقاها على خاطر انتي كل ما تعدى بقعة تخليها خلاه وكفار ليه هذاك مشى في بيل وهزا مخلا ليه هذاك يقصد محليك كي قلت له ميرسي قال لي نخبك يا تي خابه قديش مش متربي ليه بالعكس متربي ملا عجبتك شبيه اللوز منبوز كأنه واحد عنده قلابي ولا شبيه البصل ما فيه ما يتفصل غزل متاع خضارة إلا على خاطر احنا رجال بالفم والملاء وما يخرش علينا العسول والكلام المحلى والصباح مش باش ينقص منكم كيف تقولوا كلمه طيبه ومليحظه طيبه اما مش النهار الكل كلام دوني وخزره حرشه لازمك يقول بالمجد ليل بتشبيهم البنات لالا ما مش ناقصين راه انا مره خزرت طفله قلت لها محلى عينيك تعرف اش قالت لي قالت لي دق على لونك تنجيب لك خطيب يزرق لك عينك ما على خاطر انتم الاولاد خليتونا على اعصابنا وانت عليه تكلم في واحده مخطوبه سامحني تو المره الجايه كنجي نكلم طفله قلها سامحني يا مدموزيل توريني صباع يدك اليسار وكي نلقى فيه الخاتم قلها امان سامحني انت مخطوبه ان شاء الله في فرصه قادمه عادي اما كيف تسمحها وسخ وذنيها وانت تغزل بها خي ما اسمع انا بصراحه عمري ما قلت لطفلك كلمه دونيه وانت من وقتاش تعرف بنات باش تقول لهم كلمه دونيه ولا حلوه بهجوج ما قبل ما نشد الكيسه باش نتعدى للريون تاع البسكوين عند التحريشه لالا تحب نجيب لك معايا بيكوش صغيره لا لا خديجه هيجي جابك ربي
اش تقراها هذه بالله 220 ولا 280؟ استنى استنى ظهرلي ظهرلي 260 هي تشخر ساعة البسكويت يقوي النظر. اسمع هو يدور لي فيه هذا اول كليون داخل الكافيتيريا افرح بيه عاد. عسلامة سيدي. عسلامة. سامحوني. تفضل. عندكم عنا الخير والبركة اخويا. تعرفوا انت اول كليون حتساقوا اليوم في السوبرات. ابو وبالصدفة اول نهار نحلوا فيه الكافيتيريا بتاعنا. وبمناسبة التدشين يسر عائلة السوبرات باش تستدعيك تشرب حاجة عنا بلاش. ان شاء الله مبروكة. يعيشك. اما سامحوني انا راني مازلت كي شرب قهوة في السوبر مارشي جديدة. تهزي اشتمك ربي تو ذيك قهوة تسميها هي ذيك قهوة البن بتاعهم محروق والشيكوريا مندية. انا اخويا البن بتاعي يجي ديريكتومون من البرازيل. الناس تجيب الجوارات وانا نجيب البن. ونعرف عليه انا تو السيد اللي من عنده في سوق الجمعة قال لي جيب فيها من البرازيل. ترك ثبت في البلاكه نتاع كاميونتو تلقاش كتب فيها فلان بن فلان تاجر خبيث في نقل البضاعة الخفيفة. باهي ناخذ لكم خاطركم ما لا نجم ندخل. تفضل. بارك الله فيكم. بربي سامحني خويا عايشة. نعم. تنجمش تعاوني في حاجة؟ تفضل. بربي استقراها سيدي خويا هذه 220 ولا 280؟ سامحني راني مانيش لابس لونتي نتاعي. أما نعمل جهدي. تفضل. بارك الله. مش تعطيني كيس جو ولا لا؟ ما عادش عصير توا ولا جو. مش لازم، اعطيني كيس حليب ملذ. هات بونو. وفي ليش من هالبونو؟ يا اخي باش نشري سيارة شعبية؟ يا بنتي ماني قلت لكم عارفي منبه عليا ما نعطي حتى شيء الا بونو مسحح من عنده. باهي، اعطيني كيس حليب ومن بعد نجيب لك البونو. شنو بهيجة؟ من توا اللي تذكرني بالبونوات؟ شنو؟ مرحبا مرحبا تفضل خويا تفضل خويا مرحبا بيك تفضل مرحبا بيك مرحبا خويا مرحبا سامحني نحب كاس حليب. نعم. نحب كاس حليب خويا كافيتيريا راهي هذه ماهيش روضه. لا انا الحليب بهيلي على خاطر نخدم في المسرح. وين نقول منين نعرفك مش انت الممثله؟ لا انا نخدم ننظف في الركح وننفض في الغبره من الريدوات. على ذاك الحليب بهيلة على خاطر الحليب ضربة ضربة للغبرة. سيبري اي تفضل. شكرا. مم مواز تتعرف الشاي؟ شوف يا صادق لو كان تقول لي شاي كاس حليب ولا ما صبقولك على راسك. لا لا يا بابا جاي كويس ماء. كاس ماء كيفاش تحبوا بابا كاس الماء؟ سري ولا ألونجي؟ نحبوا بالبارد ومسقع كيكي هلو جاية. قلت انا سامحوني في لمن مروح اخويا. اسمع مش عليك راهو هو. اسمع خويا مش عليك يا اخي شبيه دراس انا مش علي علي قدي قاعد تزمر معايا شبيه. شوف يا صادق انا امنيتي اليوم يدخل كليون يطلبني في كابوسان اكسبريس راهي كافيتيريا اسمها بالعربي قهوتيريا. ايوه بالعربي انت راك تحب تخدم الماكينه باش تبدا تهبط وترجع ولا تسخن الحليب بكل فشفاشة. قول لي بوعز اعطيني كاس حليب ترى سخونه لا بارده. بربي سامحني يلا هذيك اللي في قاع الحانوت قهوة اسمها كافيتيريا معني الناس تشرب فيها قهويها بالواقفة. اي عاد توا عصر السرعة كل شيء بالواقفة الخدمة القهوة الفطور. شفتي يلا الدنيا والواقف أربع ليت. أما تعرف تخاف بالكافيتيريا تتخلط لك السوبرات. إيش تقصد تتخلط لك السوبرات؟ معناها تلملك الولاد والرجال والعزاب اللي ما عندها ما تعمل. إذا كان الرجال والأولاد والعزاب اللي ما عندها ما تعمل ما يدخلوا لحتى بقعة ملا وين تحبهم يمشيوا؟ سامحني منك يلا هذا يتسمى تمييز عنصري. أنا غاسيستا؟ مش راسيست راسيست أما ما تحبش الرجال. أنا؟ إي أنت وظهر فيك
انت ماذا بيك حتى راجل ما يدور في البلاد وكان تلقى حد ما يعرضك لا في كياس ولا في شارع. شبيك يا لشعلت فيا فتيله بلا زيت؟ ما هو لاباس يا اخي، تعرفني انت من قبل، انا المهبوله اللي واقفه نحكي مع واحده كيفك انت. كان مازلت راني هوني انا اش تحب؟ كومبليتمون غاغا. خديجه، خديجه، شبيها المراه خرجت تجري؟ ليه هذيك راتنا عاملين كافيتيريا، حبت تدخل راجلها باش يجيب حذانا. ريت نقول لكم، ها ريت الكافيتيريا تجيب برشا كليونات، حسيلو خمسه وخميس على افكاري. ليه هكاك؟ تبارك الله عليك يا عرفي، تعرف كارك في النظام تاع امريكا انت، كان جيت حال القديمه سوبريت راك استغنيت. تعرف خديجه، انا بكل تواضع لفريات نشمهم شمان. اليوم عملت كافيتيريا، غدوه مثلا نعمل سوبر مارشي كبير، نهار اخر نعمل شركه كبيره، شركه عقاريه وندخل في العقار، من بعد نعمل اراضي سقويه، ها ونبدا في الوسق، نبدا نوسق 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 نوسق، ها نعمل شركه متعدده الجنسيات. اش معناها عارفين؟ اي معناها فيها برشا حاجات معناتها. اما يلزم الفلوس والبنوك تدخل معايا، البنوك يلزم الكل تدخل معايا، ويلزم الرجال اللي تعمل عليهم. ونسى زيدا انسى. فكرتني مرتي قالت لي جيب لي باك وروز ونسيت. ازر بروحك، لا ترصي لك في عركه متعدده الجنسيات والطريحات. معز زيد زيد شوية بربي. الله 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 يا عبد الحليم، الله محليه ومحلى صوته ومحلى غنيته. كي نبدأ نسمع في عبد الحليم نحس مفاصلي ترشق. أكرم تقولي ضربة ضربة للبرد يا عبد الحليم بتاعك. اسكت اسكت، هو انتي تخلط له عبد الحليم؟ بيجا رد بالك، انا راني الفن راغب محلي بالبقوات نصف دسم، ما تعرفنيش مع شكون كنت نقعد وقتها في قهوه عمر زكرة. قهوه عمر زكرة؟ من جيت هذه؟ ما تعرفش قهوه عمر زكرة؟ ما نعرفهاش والله، لا يعرفني بها. قهوه عمر زكرة في اللفايات بحدا الاذاعه، اشتر فنانين تونس يقعدوا غادي، عنده صيفه شيشه كريستال حاجه ما ثماش، اللي شيش منها يولي الموال يجبدوا من اعماق اعماق الوريه. هاتك الكيس هكا. شوف يا بهيجة، الشيشة راهي تحل الزدر وتخلي الفنان يليل تعديله سارية كاملة. وعندهم زيادة في قهوة عمر زكرة شيشة سبيسيال. وكيفاش هالشيشة سبيسيال؟ بالجراك المندي لله، هذية يعملوها للناس اللي يحبوا يعملوا بحة في قراجمهم، كما نجوى كرم، كما اللي يحبوا يقلدوا خونا قاسم كافي. يا سيدي وقت اللي تجبد انت منها الشيشة يترجع الدخان، تولي ما غير ما تشعر تغني يا نانا. الله يلعن. وشكونهم هالفنانين اللي يقعدوا عند سي زكرة متاعك؟ ما تعرفش كريم كرم نجم الإذاعة والتلفزيون؟ ما يعرفوش؟ باهي خانة، اوكي عيطولو كانالو نحفير، ديما لابس بالاصفر، قال لك عمل خانه في فرح سجلوا هالو في دفتر خانه. عمري ما سمعت بهم، هذوما فنانين اخر الزمان. خاطر انت يلا تبع الفنانين اللي يطلعوا تصورهم في الجرايد، اللي تشوف تصويرته في الجريده تسخيلو فنان وكبير، واحنا عندنا في تونس عباقره بتاع فن مخساره مش معروفين. اشكونهم ترى؟ شيخ الطرب وسلطان المواويل الحاج بو جمعة قرجومة، ما تعرفوش؟ أي ما نعرفوش. الحاج بو جمعة قرجومة هذا يلا بهيجة، قال لك مرة عمل موال في طهور بتاع واحد من تحومتنا، كملوا في الصالة في العرس بتاعه. يبدأ المول ويبدأ غاطس في وسط الكسكسي بتاع العرس، يمول ويبدأ يمشمش في اللحمة، ما يقصش على الموال جملة. وعندوش هذا سي دي ولا كاسيت؟ ما عندوش، وقتاش تحبوا يعملوا؟ ما نقول لك يقعد في دار الفرح بالشهر ونص وانت تقول لي عندوش. مرة بركة عمل ألبوم في كاسيت بيراتي. معناها السيد هذا عنده إنتاج خاص. عنده أكثر من 500 أغنية، تسمع واحدة تنسى الأخرى. سميلي أغنية مشهورة بربي. مثلا عنده أغنية محلاها الوشم على زندك، وعنده واحدة أخرى حلوة برشا ذي اسمها شبير رشق
احواله ما تعجبش. شفعلي. وعنده واحدة سكسي سلفني 200 مليم باش نكلمك في التاكسي فون. اوه يعطيك رقيقة. مش خايف تحكي بجدك انا. قلت شبيه. عزيز يا اخويا مبروك الكافيتيريا. اهلا بالهادي. ان شاء الله دولة بداير. اولا الساعة يبارك فيك. ثانيا وراس خويا ما نخبي عليك الدولاب هكاك وبرا قالك اتزغريت اكثر من الكسكسي. هاني من قبيله نفرد في الكاساتات نتاعي نلقاش هكا حويجه نحطها لهم في الكافيتيريا فماش ما الدولاب يدور كما قلت انت. ماك تعرف العباد يموتوا كان على الجوج ما والدخان يعجعج وصوت ام كلثوم خارج من كاسات بالعه تخشخش. خويا يعطيهم الصحه كيفاش ينجموا يسمعوا غنايه في الجوج ما والحس في ما هم مستنسين هكا. ما يحلالهم الفن الا ماك يبدا يشرقع على طول صوته باش فماش محزماته بتتحرك. اسمع فما حانوت ما يبيع كان الكاساتات بتاع المزود طن تعدلوا ونشري لك عبايه كاساتات من اخر ما صدر في عالم المزود والفزاني مرتاح حطه في الكافيتيريا وتذكر اخوك الهادي. يا اخويا على يديك الحجو. يفو بيان فيها كيك شوز. اي بجستو اي بخاطرك طب. بسلامه يا هادي. قد هذا ما رسخت ما لقيت لي اسمك بهيجة. اي اسمي بهيجة. ديك مدة تخدم هون. اي سوبرات. وانتي شو اسمك؟ اسمي نجيب. تتشرفوا على شكل. ما لقيت لي ماكش ماخذ. لا ماكش ماخذ. طب مانيش ماخذ. ان شاء الله نفرحوا بيك في عجل اقرب وقت ان شاء الله. نربكولك وزغرت معاك. سمحني كان عطلتك الا بهيجة قاعدة معك حلوة ما تتحسش. لا ما نسالش هذا وقت البوز متاعي أنا. لا لا ماكش ماشية تشد خدمتك نهار كامل وأنت مبوزية لهنا ومسمرة ماكش خايفة من عرفك. أعمل لي كيس جو آخر. نعم أول حاجة راك قريب تقطع الجو والفيتامين سي من البلاد وثاني حاجة نسالك أكثر من 6 بنوات كونسوماسيون. أعطيها كيس جو خالص من عندي وهات كيس حليب. شوف خويا العزيز هذه كافيتيريا راهي ماهيش حانوت حليبي سافا. الحليب يصفي الدم وباهي للقلب. انا دمي صافي وقلبي ابيض من الحليب. وانا قلبي وحداني يستنى شكون يعمر ويمليه. وانا قلبي فد من العسول متاعكم. يا تبارك الله يا تبارك الله يا تبارك يا تبارك. شنو ولا بهيجه؟ ها؟ ما في باليش بيك مكلفه بمهمه هنا في الكافيتيريا. يا عارفه في بالي انت عامل لها ديتاشمون هوني. وانت يا شباب مش نبهت عليك ما تسربي حتى خدام الا بابني؟ هو خلص. بهيجة برشة خدمتك برا برا. يا حاج عيب عيط هكا على الطفلة. أولا الساعة ما اسميش حاج أنا وأنت سيادتك ولي أمرها شكون حدك مواطن رقيب أنت هوني هكا تتعامل مع كليوناتك أنت. هاني ماشي خليها لك واسعة وعريضة. شو قال قال باش يمشي يعمل عريضة. عريضة يا خويا يا خويا اسمع يا سعيد يا زميل فما سوء تفاهم راهو يا زميل. شفت ملي حلت كافيتيريا قداش الخدمة ولات فيها جو. عاد انتي عاملة جو بعد اللي رديتها روك انت عارف حقها. ما حكيتلكش واش اليوم عرفت مطرب في الكافيتيريا؟ عرفتوا شكون هو؟ هذاك اللي عامل كليب يسوق في كرهبة سبور وبحذيه واحدة قنبلة وشعرها طاير بالريح. كيفاش تحبني نعقله؟ هاو عامل كليب كيف الكليبات الكل. يلي اللي حكي لي على ألبومه الجديد وقال لي اللي هو قريب يهبط للسوق في الصيف. اللي يعجبك في الفنانين متاعنا مبدعين ما يهبط عليهم للهيم متاع الفن كان قبل المهرجانات وفي موسم العرابل والعروسات. وعدني بشي عمل لي لحن باسمي. ما زعمك في الملحنين كل حد ونغمته وصحيح يجيبه ربي. للمرة هذه إن شاء الله باش تخطف. ربي أعطاني فنان على قد قلبي. إيه يا ربي إن شاء الله ما يطلع لكش فنان الغلبة. هاي صباح الخير خويا معز. صباح الخير. شنو أحوالك يا سيد منوفي؟ كيما اللي قلت لك من المرة الأخرى من غير تكليف عادة عيط لي ولدي معز. هكا ولدي علاش قداش نزيد عليك كان؟ في الطول ما تزيدش عليا برشا. لا لا نحكي على العمر. انا نظهر كبير انا ما زلت صغير. صباح الخير بهيجة. نهارك زين. كيس حليب ملذذ فيه شويه زبده. مش هكا لبهيجة. مش هكا على شنو سي المنوبي؟
توا كنت أقول معز لأن نظهر كبير أما ما زلت صغير. هكا ما ظهرت لي حتى شيء. به ما لقداش تعطيني عمر؟ 55. نعم أنا ما زلت ما غلقتهمش الخمسين. إيش نعمل لك؟ حبي نحضر في عيد ميلادك؟ شنو اللي تهيجة؟ الزبدة في الحليب عملت لك شحنة باهية وطاقة فياضة؟ هلا يا مات الليل في جريجمي يمكن نولي مغنية مشهورة. اه يا سيدي اسمع على شي بهيجه كي تنقش في وسط السحاب، المره الجايه حط لك زبده عربي في الحليب تقول لي باش نولي مليكة جمال تونس الكبرى وضواحيها. مين؟ السلام عليكم. سلام. كيف حليب الملف؟ خويا تحبش فيه شويه زبده؟ لا لا التحليب ديما يقلقني. اه يقلقك فهمتك. صباح الخير. صباح الفل والياسمين لله. لله شنو نسيت اسمي؟ كيفاش ننسى اسمك؟ ما هو منيرة. منيرة ايه؟ على كل وين وصل مشروعنا؟ مشروعنا؟ قريب يكمل قريب. تلحين كمل؟ تلحين؟ التلحين يزمو شوية تركيز ويزمو شوية أمور بيه؟ انتي مش قلت لي باش تعمل لي اغنيه؟ شي ما تفهمنا عاد. ايش باش تسميها هالغنيه؟ جميله ولا سعيده؟ الاكثريه جليله. جليله انا يظهر لي كنت تسميها بلعيط خير ولا فيلم ولا احسن حاجه سميها وريني عرض كتافك. بربي يلا هذيك واش مازال لي هو كان الشياب باش تضحك عليا. برد بابا منوبي برد. يا عزيزتي والله ما نقصد فيك، والله ما نقصد فيك، والله ما نقصد فيك، قلت على روحي الكلمه والله. اي خنتكلم يا عايش خنتكلم. اي هكا شبيبك اعطيني شبيبك وسط كلامك خنتنفس. تو هذا حتى عقلك انت كارثه. يا بنتي اش قلت لك انا؟ قلت لك انا عييت من التطيب. طيب انت الفطور هكا يا عزيزتي توا طاجين مرقاز بالله توا باش نطلع طاجين لحم مفروم باهي باهي انا لساني داير برقتي انا هم البويا باهي انا انا وزغه قلقاله يا باهي باهي ما تعيطش هاني طالع باهي هاني طالع باهي يا خديجه حاضر عرفي هوب كيربرق يا خديجة ها ها باقي الوذنين كالصحاف اسمع انا ماشي قضية وما نبطعش رد بالك على التليفون يضربش ايوة شو يا والله مش نبات عليك 200,000 مرة قلت لك ما عادش تدخل الكراضة من باب هذا ها يا ودي هذا بيرو 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 ميلا ما هو دروج تستعمل هونيق وانا بصراحه باش نقول لك راه ملي عطيت تصلع فوق السطح ولا نسقيها تقطعت وانت باقي النهار كل وانت تشكي وتبكي ها ادخل يا سيدي تفضل تفضل ادخل تفضل خديجه كيما وصيتك ايوا ايش نقول لك وانا هابط توا مدروج تعديت قدام دار عرفي نسمع في مرت عرفي تعيط وشكها طالعه تتناطر ايه الحق بتاع ربي وقفت ومديت وذني احسن ما عملت ايه ماني عاد فهمت وبعد اللي هي كانت تحكي في التليفون ما عرفك ايه ملي لحمت عركه شو اقول لك انا حسب الكلام اللي سمعته قلبي موقعي اللي خير يظهر لي فهمت هالقضية اللي باش يوصل لها في ساعة شنية هذيك ما تكون كان صابونية مسك عرايكة صغيرة وبرا مسكين عارفي عمره كلها عدت له صلاطة يا ربي قولوا لي قديش كل عمري أنا واحد عرس وعدى عمره صلاطة والآخر يحب يعرس على خطر عمره ديجا صلاطة تو أنا نظر كبير ما نعرفش هنا أما ما تظهرش صغير زيدا أنا العزوبية مش مهمتني لو كان نوصل نعرس إلا ما ننقص 10 سنين فيه تعرف خويا كان تخدم راكي ما مرت عارفين إلا ما كل يوم
تعمل كلفتين.